القدس عربية، عنوان الأوبيريت الذي أقيم على مسرح جامعة عمان الأهلية الثلاثاء، وبالتعاون مع مبادرة ولي العهد ضاد التي تعنى باللغة العربية. وحين تندمج المبادرتين القدس ومبادرة الحفاظ على اللغة العربية، لغة العروبة والقرآن، ونقول لغة العروبة والقرآن لأن القرآن ثبت اللغة العربية أنها لغة الدين الإسلامي، ولغة العروبة أيضاً. وزملائكم في قناة التراث الصلد تملحت باللغة الصلدية بهمة سمو ولي العهد، وقالت أن هذا اللقاء هو بحضوره وتحت رعايته، رعايته النفسية والإنسانية، وإن غاب فهو لم تكن هناك رعاية مباشرة، لكنها مباركة أردنية بدأها أهل الصلط بكافة أطيافها، وانطلقت إلى المملكة وباركها كل مسؤول في هذا الوطن، وليس أولى بالمباركة من أن تكون العائلة الهاشمية المباركة الأولى لهذا اللقاء. نحن في مرحلة تاريخية نلاحظ فيها تراجع استعمال لغتنا في حياتنا اليومية، سواء في الكتابة أو التخاطب، ومن مشكلاتنا التي تبعث على السخرية في بلادنا أن الضاد التي توصف بها لغتنا وهي كنيتها يلفظها البعض ويكتبها ضاء. أهمية اللغة ومدى انتشارها مرتبطان بقوة وحضارة صاحب اللغة، وأعتقد أنكم واعون على حقيقة انتشار اللغة العربية في القرون الوسطى، حيث امتدت الحضارة العربية الإسلامية خارج الجزيرة العربية شرقا في آسيا، وغربا وشمالا في أوروبا، وجنوبا في إفريقيا، ودلائل انتشارها موجودة في تلك اللغات اليوم، في اللغة الإسبانية والطليانية والتركية والفارسية والسواحلية اللي بيعرف شمال شرق إفريقيا وغيره. وحضر حفل الأوبيريت عدد من السفراء وأصحاب المعالي والسعادة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.